يا الله السلام عليكم. أعظم طريقة لتنظيف الدار من النفس، من العين، من الطاقات السلبية، من قلة الرزق، من كثرة الأمراض، هو النحر لوجه الله تعالى. أكو بعض الأخوات والأمهات يذبحون يم يعني أبو بالسوق، يعني يم اللي يبيع دجاج. ما يصير الدجاجة أو الديج، ما يفرق، تجيبوها للبيت وتنذبح بعتبة الباب، وشوية من الدم مالته يصير على شكل شف بالباب مال البيت. هنا ثبت بين هو فجران دم للبيت. هسه من احنا من نشتري سياره نسوي فجران دم شف مال من الدم مال الديج او الدجاجه، نسويه على السياره على مود العالم راح يعرفون بين هذا فجران دم. ضروري جدا ضروري كل اسبوع كل 10 ايام دجاجه او ديج ما ياثر تذبحوها بعتبه الباب. ما تعرفون تذبحون اي شخص مستطرق، خاله من رخصتك بس اذبح لي هذا، اذا شقه واذا بيت واذا محل نفس الشيء. حتى السياره يصير لها كل فتره كل اسبوع كل 10 ايام تسوون فجران دم، تقولون لوجه الله تعالى ثواب المولاتي فاطمه الزهراء بنيه فجران دم هذا الاسبوع او هذا الشهر، دفع بلاء هذا الاسبوع او هذا الشهر، وتقدرون تاكلوه انتم، تقدرون تطوه الفقير. تحياتي لكم، وجدا مهم جدا مهم فجران دم، وراح تشوفون خيره ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.